بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل متابعينا ورمضان كريم عليكم. سوينا سلسلة فيديوهات، نزلنا فيديوهات اثنين واليوم الفيديو الثالث. الفيديو هذا شلون اعرف الكارت مالتي شغال لو لا، يعني شلون افحص بانه دا يخرج لو لا. الطريقة كل سهلة، حتى اختبر هاي الريليات، حتى اختبر كفاءة الكارت مشتغل لو لا. عندنا اول اربعة قلنا بارد، شفتوه هنذني، ربطنا واحد هناية وواحد على الال، هنا الكارت تشوفونه مشتغل عندي. ايش راح اسوي انا هسه؟ رابط على السيريس، يعني دائما استخدم السيريس حتى افحص مضبوط. اعتبرت هذا بانه ماطور، هذا المصباح هو ماطور، فلازم هذا الماطور اربطه طرف وين على البارد، خلنا نعتبر هذا مشترك، والاطراف الباقيه راح انقل بيها بين اطراف الماطور العالي والوسط والواطي. راح اشغل الكارت، اشتغل الكارت. هسه المفروض عندي سرعه مشتغله، لاحظ هاي السرعه الاولى، اجي على السرعه الثانيه ما مشتغله، شو اسوي؟ اجي اتحكم بالسرعه، لاحظ انتقلت على السرعه الثانيه. اذا ارجع على السرعه الاولى فهي طافيه، لاحظ، فاذا اشتغلت عندي السرعه الثانيه. راح انقل وين؟ على السرعة الثالثة، وانقل بالسرعة، لاحظ اشتغلت عندي السرعة الثالثة. اذا هذا الكارت شغال ويا مرحلة السرعة. بقى عندي التدوير والواتر بام، راح اجي على الواتر بام، لاحظ، اذا هذا الواتر بام يكون واحد من هذني، لحظة، هذا المفروض واتر بام، هذا لاحظ، هذا العلامة علامة الواتر بام، يعني الكول زيني، فهذا الواتر بام شغال. هسه نجي على موزع الهواء، نخليه هذا، لاحظ موزع الهواء اشتغل عندي. فإذا هذا الكارت شغال بكل مراحله، هذا الكارت شغال بكل مراحله. فإذا هاي الطريقة هي كل السهلة وأمينة جدا، بحيث تختبر صلاحية كارتك، هل الكارت شغال أو لا. زين عيني، هذا أسهل طريقة لغرض فحص الكارت. تحياتنا لكم وشكرا لكم.